اهلا وسهلا فيك بدبي، جاي من كندا وبعرف انك كثير تعبان ومش نايم. خبرني. I know شي 13 ساعة بالبلين بالطيارة بالطيارة there you go. وهلا عنا الفيديو كليب رح نصورها، عنا غنية جديدة اسمها My Heart Beats in Arabic. و الليلة قلبي بدق بالعربي. قلبي بدق بالعربي. سو هيك نخبرك. اوكي، كلام، الحان، برودكشن، كليب، كله خبرنا التفاصيل. انا لحنتها وعملت البرودكشن تبعها وكلمات كل شيء بالانجليزي بس دق عربي. سو كنت بدي اعمل، انا كنت وقت كنت صغير امي وبي كان عندهم يعني حفلات بيعملوها، وبي بيلعب العود وامي بتحب الدربكه وعندها سي دي دربكه، يعني سو ماني. وكان بدي اعمل يو نو كل حياتي يو نو، لانه عملت يلا حبيبي الغنيه تبعي يلا حبيبي وبترفلايز وكل، بحب الموسيقى الشرقيه مع الغربي يو نو، شرقيه مع الغربي. بيسيكلي اي لايك ميكسينج ويست اند ايست، اتس بيوتيفول. ونحن كمان بنحب الفيوجن اللي بتعمله بالميوزك تبعك. انت بس؟ لا، كلنا بنحبه المزيج بين الموسيقى العربية الشرقية والغربية. كتير من الفنانين مؤخرا خاصة عم يعتمدوا، حتى الفنانين اللي عم بيغنوا عربي عم يتجهوا على الميوزك الأجنبية. هيدي الظاهرة كيف بتشوفها كارل؟ I think الترند صارت كمان أكتر أكتر وأكتر، especially نحنا، أنا عايش بتورونتو كندا وبأمريكا in general. هلأ بيحبوا العربي كتير لأنه كانت Latin music for the longest time، يعني شاكيرا whatever، Latin music is so hype. بس هلأ بيحب، يعني عم بقولك I'm getting so many phone calls، كارل بديك تغني بالعربي، تغني بالعربي، وبيحطوها يعني مع الراب وكل شيء. so بفتكر كتير دارج هلا you know، so we're in the good time. بس نحنا I've been doing it for شي 15 سنة. إيه 15 سنة. طب my heart beat in Arabic، شو الرسالة، شو المسج من هالغنية اللي بدك توصلها لكل جمهورك بكل أنحاء العالم؟ لأنه أنا عايش بكندا ويعني بعتبر حالي لبناني وعربي you know، من you know عشت هون بدبي شي نص حياتي you know what I mean. so انا فخور بالعربي تبعي you know what I'm saying. so انا قلبي يعني كانه دمي it bleeds in Arabic you know، دمي عربي، دمي لبناني you know. so بدي فرجي كل حدا انه انا فخور بعربيتي. ممكن كارل نشوفك بالمستقبل، انا زبط قعدتي، نشوفك بالمستقبل عم بتغني بس عربي، عم تتوجه بس للجمهور العربي بكارل اللي الميوزك تبعه عربيه، الغنيه تبعه عربيه، المواضيع تبعه عربيه، عم يحكي اكثر عن الدول العربيه حتى بمواضيعك. ما انه سهله انه غني بال يعني الطرب العربي، عم جرب بس ما It doesn't come to me easily. You understand? So بدك تعمل مجهود. Exactly. لازم I have to learn a lot. يعني لازم روح مع واحد بيعرف كتير وغني معه وغني معه يعني دوات يمكن. اللي اليوم عم يحضرك وبيقول إنه كارل حقق نجومية، حقق عالمية، يا ريت أنا فيه حققها. شو السر للشخص الموهوب يعمل هالنجومية الكبيرة؟ شو السر؟ أيوة. واو. يعني ليش لازم يعمل مش لازم كيف تعمل كيف بتشتغل على حالك كيف بتحصن حالك بفايبس عالميه ونجوميه؟ فهمت عليك. هلا we're lucky لانه عندنا تيك توك وانستغرام ريلز كثير منيح للماركتينج. اوكي، وما لازم يو نو يعني من شيء 5 أو 10 سنين you had to have a record company أو لازم you know you have to have a big budget لتعمل marketing or promotion. هلا بال this day and age ما لازم، you could have a TikTok تعمل إذا صوتك أو صوتك حلو you know عالم بيطلعوا فيك they'll like you and they'll follow you. so it's much easier today than before. كارل، ليه اليوم عم تصور أغنيتك بدبي؟ ليه دبي تحديداً؟ لأنه عشت هون شي 17 سنة بحياتي وعندي أصحاب، عندي فاميلي هون you know، تغيرت وأثرت بحياتي دبي. so and it's beautiful، there's so many things going on so it's gonna be great.
طيب كارل، هيك قبل ما اتركك مع تصوير الكليب اليوم، انك 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 تكون لبناني عشت فتره كثير طويله بالخليج وايضا اليوم عايش بكندا، دائما وقت نحكي عن الشباب اللبناني بنقول مضيعين الهويه تبعهم، الايدنتيتي تبعهم، مش عارفين وينه. كيف لقيت الايدنتيتي تبعك مع كل هالتقلبات ومع كل هالثقافات اللي عشت فيها ومع كل هالتنقلات العمريه حتى بالكارير تبعك؟ لان انا بعرف انت بدأت من انت وصغير، كون الوالد والوالده موسيقيين ايضا، كيف لقيت الهويه تبعك؟ وهل بتشوف، بما انه انت دمك لبناني، هل بتشوف انه الشباب اللبناني عن جد مضيع الهويه؟ ما بعرف انه عم بيضيعوا الهويه تبعهم، بس لإلي يعني بوقت، يعني أكتر وقت، the more time went on the more أنا كان بدي you know فوت بالعربي، الدقة العربي وبالجمهور، مش جمهور بس الجو العربي، you know what I mean. لأنه بكندا منضيع، we lose our identity a little bit, and because I live in Canada I want to show. أنا my big goal is بدي فرجي ال البوزيتيف تبع العرب واللبناني والعرب بكل العالم. I want to show them how beautiful our culture is, bottom line. بتتابع الأحداث اللي عم بتصير بلبنان؟ بهمك تعرف، بتتأثر، بتقول ليه عم بيصير فينا هيك، بتقول فينا؟ كتير، وبقله لبي، بحكي مع بي، هو عم بيتابع كتير مش أنا، you know. بس بتأثر في like it affects me a lot. No, this is my people. I feel this is my like blood and what's happening with our country, you know. So بسألوا لبي كل you know كل يوم almost, you know, شو عم بيصير، شو عم بيصير، وليش عم بيصير هيك, you know. شو بيقول لك؟ صعبة. شو بيقول لك؟ في he says a lot, بس bottom line بيقول لي كتير صعبة الحالة، كتير منا سهلة نفك, you know, or whatever. للأسف. بتحب فيروز؟ إيه كتير. بتسمع لفيروز؟ Of course. بتدندن لفيروز؟ بحسك أكتر أنتو دبكة. I love دبكة. يلا. Yeah. Teach me how to دبكة. وعلى دلعونة. على دلعونة. بي الغرب الوطن. دلعونة. ولا بدي. خلاص أنا بعرف الأول. من الدبكة بدي أخذك على غنيتك ونختم بمقطع منها، بعرف إنه صعب بس هيك لقلنا. لا بس this is exclusive. يلا. Okay, so it goes like this. Bye bye. My heart, my heart, my heart beats in Arabic. That's it. That's the hook. So and then the Arabic. Thank you. Thank you. الحرة. Let's go.